الحوت من قاف العدة إبر. أكثر من 30 عاما لم يركب أحد من هؤلاء على ظهر السنبوق، ولكن هنا في ولاية طاقة كأن عقارب الزمن تعود بهم إلى الوراء، فذكريات تلك المرحلة حاضرة في عقولهم وراسخة في نفوسهم، فهو ماض تليد يتجسد في سورة حاضر مجيد. فبشائر الفرح تمتزج مع ترانيم البحر. فتلك الملامح التي مرت عليها تلك الأعوام تتجسد مرة أخرى ضمن استعدادات مهرجان طاقة الثاني الذي ينطلق في 15 من الشهر الجاري، والذي بدأت كافة فرق العمل بتكثيف جهودها في مختلف جوانب أرض المهرجان الذي يضم العديد من البيئات التي تستعيد وتستلهم الماضي الذي هو مصدر اعتزاز وفخر للأجيال الحاضرة واللاحقة. ما لا شك فيه بأن أبناء هذه الولاية في استعداد منذ ما يقارب الشهر والنصف، يعني استعدادا للمهرجان طاقة الثاني. وكان في السنة الماضية 2013 بدأ المهرجان البحري الأول، وتواصلا لهذا المهرجان من أبناء هذه الولاية، فترى الآن حركة دؤوبة ومستمرة على قدم وساق بين أبناء هذه الولاية لتكملة الاستعدادات لهذا المهرجان، والذي سيقام في 15 من مارس. وهذا العام هناك الكثير والعديد من الفعاليات المختلفة، يعني التي سوف تقام خلال مدة المهرجان. فهنا البيئة الريفية بمختلف تفاصيلها قصة أخرى بحاجة إلى الوقوف على فصولها والولوج في أبوابها لما تمثله من واقع حياة أبناء الريف. فرضة طاقة معلم آخر يتم تجهيزه، وذلك للتعريف بما كان له من دور وأهمية في تلك المرحلة. محمد بن بخيت الشحري، ولاية طاقة، محافظة ظفار.